أهلا بكم إلى أهم أخبار المغرب. البداية بالتنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي أعلن عن تمديد الإضراب الوطني ليشمل يومي 21 و22 ديسمبر الجاري مع تنظيم وقفات احتجاجية يوم الخميس المقبل. سجل المغرب عجزا في الميزانية بحوالي 51 مليار درهم عند متم نوفمبر الماضي وفق وزارة الاقتصاد والمالية. أطلقت أكادير رسميا إعداد برنامجها العملي في إطار مشروع المدن الخضراء بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يهدف إلى مساعدة المدن على التحول إلى مستقبل أخضر ومنخفض الكربون. تمكنت عناصر الجمارك والأمن بمعبر باب سبتة من حجز 26 كيلوغراما من المخدرات كانت معدة للتهريب على متن سيارة مرقمة بالخارج يحمل فائقها الجنسية الإسبانية. أرجأت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النطق بالحكم في ملف تذاكر مونديال قطر إلى غاية الأسبوع المقبل بعد أن كان مقرراً اليوم الاثنين. تحتضن مدينة الدار البيضاء خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 ديسمبر الجاري المهرجان الدولي جدبة وكلام في دورته الرابعة احتفاءً بالتراث يلقناوي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.